المهندسون العسكريون. تمر الآن ناقلة محمل عليها قارب مطاطي روسي الصنع انضم للخدمة عام 69، يستخدم في اقتحام الموانع المائية بحمولة حتى 6 فرد وسرعته 5 كيلومتر في الساعة. زمن التجهيز 5 دقيقة، يتميز بتقسيمه إلى حجرات منفصلة، وما زال بالخدمة حتى الآن. يليه آلة جرف روسي تيمية روسية الصنع، تم انضمامها للخدمة عام 1970 وتستخدم في أعمال التجهيز الهندسي وتأمين التحرك بطاقة إنتاجية 100 متر مكعب على الساعة.